طب أهلاوية بقى واحنا في سمات يا جماعة، في سمات يعني احنا 90 مليون فكلنا أقول لك المفاجأة بقى ولا أيوة دلوقتي بس مفاجأة. أنا نمهد للناس، ممكن نمهد طبعا. دلوقتي كابتن حشيش قبل الهوا كان بيقول للأستاذة ندى إن أنا في مفاجأة محضرها لك، وقعدت تقول له إيه، قول 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 قبل الهوا، ما قالناش حتى إيه هي ولا قال لها. هتقول دلوقتي؟ طبعا. عارف إيه لو طلعت مفاجأة مش عجباني؟ لا لا والله حلوة قوي. أنا قلت عرض زواج يعني، كنت بهزر. الله ده احنا نسمع زغروطه بقى. قول المفاجأة. بصي من فتره، مش هنقول كام، مش هنقول كام، ما خلاص يبقى كده قلت. انت جيتي زرتي والدتي واخواتي اكتر من مره والله، في البيت عندنا في الدقي. كنت هتعملي عمل كبير قوي. سميره موسى. ايوه بالظبط كده، دي خالتي بقى. سميحه او سميره موسى. سميره موسى دي العالمه الزر. والدتي فكريه موسى علي، اختها فكريه الصغيره. والدتي اصغر واحده. يا خبر ابيض، دي احلى حاجه في الدنيا. والده عايشه الله يرحمها. الست دي كانت تجنن. طبعا طبعا. مدام فكريه، لما كنت بسعى ان انا اعمل سميره موسى واشتريت القصه، علمت الذره طبعا. لا دي شخصيه قويه جدا، لانها رفضت تروح امريكا كمان يعني. رفضت تتجنس. تتجنس الدكتوراه. كانوا عايزين ياخدوها من زمان الموضوع. قتلوها هناك. قتلوها هناك. بيقال ان هي تم اغتيالها. لا مش يقال، دي حقيقه. ده حقيقي. لان بعد 50 سنه المخابرات بتقول كل الاسرار.